وللحديث عن النزاعات العشائرية في العراق واستفحالها وتهديدها للسلم الأهلي، معنا المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشوش. مرحبا بك معنا. إلى أي مدى تتحمل الميليشيات مسؤولية وصول هذا السلاح إلى العشائر في العراق، ولا سيما أننا نتكلم عن أسلحة خفيفة ومتوسطة وأحيانا ثقيلة، وما الهدف من ذلك؟ يعني هو من المعروف بأنه أبناء العشائر هي نفسها وخاصة في جنوب العراق ووسط العراق هم أكثر أبناء عوائل العشائر هم منتمين إلى ميليشيات متعددة، وبذلك عن طريق هذه الميليشيات تزويد هذه العشائر بالسلاح ودفع أسفين الفتن خاصة بين أبناء العشائر لكي تتفتت لحمة أبناء العشائر وتتفتت العشائر ويكون هناك قتال عشائري عشائري، لأنه الآن في البداية استخدموا الصراع الطائفي ولم ينجحوا أو لم يفلحوا بالصراع الطائفي، وبالتالي الآن اتجهوا إلى الفتن بين أبناء العشائر في كل أنحاء العراق. ولكن هذا لا يعني بأن العشائر غير واعية، الآن الوعي يزداد يوما بعد يوم لدى أبناء الشعب العراقي وخاصة بين أبناء العشائر، لأنهم شعروا بأن المشروع الإيراني يهدد كيان الدولة العراقية ويهدد كيان العشائر العراقية ويهدد حتى كرامة أبناء الشعب العراقي، وبالتالي أعتقد الشعب العراقي وعشائره الكرماء لن تسمح بأي مشروع يعبر بعد الآن على العشائر العراقية أو على العراق أو على دول المنطقة الأخرى المحادة للعراق. ماذا عن الحكومة؟ كيف لها أن تترك هذا السلاح المنفلت بهذا الشكل على الرغم من إعلانها أكثر من مرة عن حملات ضد هذا السلاح الذي يهدد السلم الأهلي؟ يعني بكل تأكيد الحكومة منذ تشكيلها وكل الحكومات التي سبقت هذه الحكومات هي ليس بعيدة عن رؤية الميليشيات وعن رؤية إيران، وبالتالي هي تشكل عن طريق إيران وتشكل عن طريق بعض وعن طريق شخصيات من الميليشيات هي تدير الملف العراقي، والملف العراقي الأمني والسياسي والاقتصادي ليس بيد الحكومة بل إنما بيد الميليشيات وقادة الميليشيات بأوامر إيرانية، ولا تملك الحكومة أي قوة أو أي سطو على هذه الميليشيات، والدليل بأنه مقر رئيس الوزراء أو بيت رئيس الوزراء ضرب بطائرة مسيرة والتهديدات واضحة لرئيس الوزراء، وإن كان رئيس الوزراء أو وزير دفاعي أو وزير داخلتي لم يتمكن من حماية عائلته، فبالتالي متى يكون يحمي العراق أو شعب العراق في وسط هذه الفوضى العارمة التي تسود العراق؟ ولم يكون خلاص للعراق إلا بإزالة جميع هذه الأحزاب وإنهاء ملف الميليشيات، وعلى المجتمع الدولي أن تحسب أو أن تشعر بأن لا استقرار بالعراق في وجود هذه الأحزاب ووجود هذه الميليشيات، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على إحالة ملف هذه الميليشيات إلى منظمات إرهابية دولية أسسها بتنظيم داعش. ماذا عن القضاء شيخ فايز؟ القضاء لماذا لا يتحرك باتجاه المسؤولين عن هذه الجرائم ويرفع عليهم يعني دعاوى أو يحاكمهم على ذلك؟ يعني العراق القضاء العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية هو قضاء يعني متماسي، قضاء قوي، لكن يبدو بأنه القضاء في بعد 2003 هناك ضغوط هائلة عليه ولم يملك القرار الموحد أو القرار الذي هو يصبو إلى تنفيذه، وبالتالي أصبح القرار في جميع مؤسسات الدولة العراقية إن كان القضاء أو غيره هو بيد الميليشيات وبيد الضغوطات الخارجية وخاصة إيران. ارتباط أجندات الأحزاب مع بعض العشائر إلى أي مدى يزيد من مؤشرات استفحال هذه الظاهرة وما انعكاساتها على المجتمع العراقي في أكثر من محافظة؟ يعني بكل تأكيد هناك جهتان متصارعة حول تشكيل الحكومة القادمة، وهو التحالف الثلاثي والإطار التنسيق. الإطار التنسيق عندما شعر بأنه أقصي من المشهد العراقي في المرحلة القادمة أخذ يضرب كل ثقله لعدم استقرار الوضع في العراق
وأخذ يعتمد على بعض الشخصيات الهزيلة في أي محافظة وهي شخصيات معدودة وقليلة لكي ينفذ أجندته، ولكن هناك ضغط، هناك وعي آلاف وملايين مقابل هذه الشخصيات القليلة المعدودة على عد الأصابع. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.